اجمل من في الحفله مين؟ دبدوبه التخينه. علشان كده النهارده هنعمل دبدوبه بس من العجينه. هنجيب عجينه، عجينه البيتزا زي ما تحبي. هنبتدي نكورها كده، نبتدي هنا نحطها في الصينيه، ندي البطن بتاعت الدبه كده اهوت، نبططها بس شويه كده. نبتدي نعمل الراس، نعمل الودان والرجلين، ايديها، وبعدين رجلي. هنحط بقى المناخير بتاعتها من اهو كده، نبططها كده شويه. نبتدي بقى نحط بالبونبوني دوت، ممكن ما نحطش البونبوني ده الا بعد ما نخبزها. هندهنها بيض وقهوه سريعة الذوبان، وبعدين ندخلها الفرن. وبكده ده شكلها بعد ما طلع. هعمل لها بقى شريطه بالشكل ده، وكمان نحشيها لهم بالشوكولاته السايحه دي. ادي الدب وادي الدبه،